مش هشوفها مرة خمس مرات أقله يانا يابا يما هتقولي مسلسل لابدلي حدي لما هقوله وحلو التمثيل يا جاية وانا يا ديا مغفل مش هشوفها مرة خمس مرات أقله أما أنت شاب زيكو زيكو طب والله لو وريكو الدنيا كورة وفورة وقرص بيدور ودراما جوا الصورة اظبط النور تفاصيلها ولا الماسورة الضربة يا شقيق متقسمة بمزورة كله ليه دور ما بتكملش إلا بيكو أنا مش عايزك تقلق خالص يا بطليموس إن شاء الله كله هيبقى تمام أنا ما بقلقش ما تقلقش مولاي ليه دكتور نفساني يا مولاي؟ ليه إيه؟ دكتور نفساني يا مولاي خليك في شغلك ما تدخلش في اللي مالكش فيه مش عشان أقدم واحد في المعبد أسكتلك
ترجع بواب تاني. اتفضل. امرك يا مولاي. ايه الناس اللي بتتحشر دي؟ امر مولاي. ايه يا مس منمعه الكلام الفاضي ده؟ انت فضحتني ولا ايه؟ بقى انا بقول لك بيني وبينك رايح لدكتور نفساني تعبان شويه، الناس كلها عرفت. ايه السياح ده؟ مين دول؟ شعبك يا مولاي. طب خلاص مشيهم مشيهم. يلا يا ابني من هنا، يلا يا حبيبي يلا. انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص. مبسوط انت كده؟ كل البلد عارفه انا رايح لدكتور نفساني؟ هيقولوا خلاص عليا اتجننت؟ يعني انا اخونك يعني يا بطليموس يا اخويا؟ ده احنا متربيين حتى في معبد واحد. متربيين؟ ما الناس قدامك قالت وانا بألف. فوق بقى، عيب عيب. اتفرج بكره على البرديات هتلاقي الخبر مرشرش فيها. واتفضحت انا اوانطه. حوش حوش حوش، مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه. بعون الله امك مسيطره. انت يا عجل انت، تعالى تعالى هنا. ايه امك دي؟ بتبيع كرشه؟ انت هتعدي حدودك ولا انتباه؟ انت واقف قدامي. امي دي الملكه، الملكه كليوباترا، ملكه عليكم كلكم، لان كلكم ولا حاجه. فاهمني؟ انت واهلك ولا حاجه. مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تعدي حدودك. فوق، ما تحطليش ايدك على سرتك. انتباه وانت بتكلمني. انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكه المعبد. اصحى. اتفضل روح دلوقتي لعمك بحبنبوت اللي ورا المعبد. ابنه مات، تعيش انت. عزي وقوم بالوجه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو سيس قامت؟ ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين نرمر بتاع شبرمنت. الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين. ها، ظبطهم كده وفلترهم ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك. انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل. سلامه. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عياده الدكتور فين. بس من معد، بس من معد. احساس فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك. فاكرني سعيد. بطليموس الخامس عشر راح، بطليموس الخامس عشر جه، وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه. انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان. وقد ايه ده سعيد ومتهني، اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد يا دكتور. ايه يا دكتور الجو ده؟ مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوه قوي كل اللي بقوله. طب كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح بعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. معلش سوري، عشان ده كلام، دي اسرار عيله وحاجات شخصيه. ما تعرفش، ممكن بقدرة قادر بعد آلاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف. ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائلية. سوري يعني. سموك تعمل اللي انت عايزه، هي بلد أمك. يا دكتور الطريقة دي، ايه بلد أمك دي؟ شتيمة ولا على أساس أن أمي ملكة فعلا؟ بالعكس، ده شرف لينا. اتفضل كمل لو سمحت. أبدا يا سيدي. انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد. بس أنا مشكلتي الحقيقية يا دكتور إن أنا مش حاسس بتميز في الحياة. مش لاقي نفسي. أنا مين؟ في زحمة. هتقولي أنا بطليموس الخامس عشر، أقول لك إيه؟ في 40 بطليموس في العيلة. خالي بطليموس ال13، جدي بطليموس ال20، جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال22، جوز خالتي بطليموس ال26. عارف، في بطليموس كتير في الموضوع. عارف، لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شويه. بس دربكه زحمه بصراحه. العيب على الوالد، كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني. انت عارف بقى بصراحه، الراجل لما بيبقى متجوز ملكه بيبقى مكسور شويه. معلش، انت عارف ام الملكه يعني. فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام؟ نفس الفكره، نفس الفكره. فانا يعني الراجل نعذره حقيقه يعني. وبعدين اللي شاغلني دلوقتي موضوع الاخ ماركا انطوني الواد الصغير ده. كلام مال البلد انه بيرسم على امي، وجو كده مش لطيف يعني. عارف، مش عارف اعمل ايه. والوالده موقفها ايه؟ الوالده ما انت عارف، ست حلوه وصغيره وملكه،
مين يجرؤ يقول لها انت بتعمل ايه؟ يبقى مجنون حتى لو كان ابنها. استغفر الله العظيم. ايه يا دكتور في ايه؟ انا ما قلتش حاجه. ايه الاداء ده؟ انا بقول في مشاعر نبيله بينها وبين انطونيو، وارد يعني، لكن حسستني ان امي بطاله والعياذ بالله. اذا كان كده معلش، بس خد بالك من الولد مارك انطونيو ده، لانه مش سهل، ممكن يعمل بين ابوك وامك فورتينه. بتقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ شور عليا، انت خوفتني قوي لما قلت لي فورتينه. خفت يعني اسمه، اقتله، اكري عليه بلطجيه؟ توكل على الله. خلاص كلم الشباب في الدقي دلوقتي، قوموا بالواجب. الله يريح قلبك. بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت؟ ده توني الرابع عشر. توني الرابع عشر؟ يا عيني، هيطلع معقد نفسيا زيي. اكيد في توني الرابع عشر كتير فعلته. لو بتحبه انصحك اخنقه قبل ما يواجه المصير اللي انا واجهته. انا انطونيو قلبي معاك يا صديقي. قشطه، هو اللي بدأ المعركة. بص هجيبها فين؟ بص هجيبها فين؟ ها؟ أنطونيوس، إيه اللي حصل لك؟ تسلم إيدك. قفشتك يا ابن الكلب. حظ وحش قوي، شفت السهم جه فين؟ جه في الجزرانة. بس وشرفك وشرفك، السهم الجاي في ودنه بإذن الله. التعظيم يا بطليموس، طول عمرك فارس بارع. أنا ما أحبش حد ينافقني، قول لي أنت أقوى رجل في مصر. ولد أمك. يا نهار اسود، أنا عارفة حركاتك دي، والله ما أنا سايباك. سامحيني يا ماما، أرجوك سامحيني سامحيني. وديني وايماناتي لهنفخك يا بطليموس الكلب. اني بطليموس؟ انا ولا عمي ولا خالي؟ احنا 60 بطليموس. اخرس اخرس خالص. اللي انت عملته مع عمك مارك انطونيوس ما يتكررش تاني، ما يتكررش تاني، والا وشرف امي اعلقك اعلقك. وانت عارف بقى امك وقلبتها. اصل هو بصراحه كان واقف مأمبر كده في اغراني، قلت فور فان يعني. ولد اخرس، اطلع اوضتك. حاضر. تعالى هنا، لسه ما خلصتش. وبعد كده عايزك تقعد في اوضتك دي على طول. حاضر. تعالى هنا لمده 3 ايام. حاضر. ايه ده، في ملكه تقول وشرف امي لنفخك؟ يا رب عرشك يزول. ده ايه الزهق اللي انا فيه ده؟ يعني محبوس في قصري وفي اوضتي وبرضه زهقان. الواد مش من معد فين؟ ما بعت له مسج. ايه ده، انا نسيه خالص. غطست كده. انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده، وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجه. لا انا مش مظبوط، انا مش مظبوط. سن ايوه، الحمد لله على السلامه يا حلوه. وريني الامور قال ايه. ايوه ها، انا في المعبد. ماشي، ان شاء الله عنك ما جيت من المعبد. ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو، تعال يلا. سند اوعى، وانت كمان ما معيش فلوس ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم، ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هصرف، هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم، هات لي يا ابني الشاي ابو لبن بتاعي. ايه ده، ايه الجرأه اللي حصلت في القصر فجاه دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زيي؟ جايب التانيه دي لمين؟ مولاتي الملكه يا مولاي. مولاتي الملكه؟ امي يعني؟ ها، طبعا ما هي ملكه وامي، مش قادر اتكلم معاها، كل حاجه تقلدني تقلدني. ما علينا، ايه النظام؟ نظام ايه مولاي؟ مش فاهم. نظام ايه، انت هتستهبل ولا ايه؟ نظام السقسقه. تقصد حضرتك البسكوت؟
أقصد البسكوت، أنا بقصد البسكوت. مفيش حتة كده سقسق بالشاي؟ أنا آسف يا مولاي، حساب السقسقة تقل قوي. حساب إيه؟ السقسقة. يعني أنا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هتسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شوية مش هسقسق؟ مولاي الحالة بقت كربة قوي، الشعب مش عارف يسقسق. أنا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فترة ما سقسقتش. إن شاء الله ما سقسقت أنت ولا الشعب، أنا مالي؟ أنا عايز أسقسق دلوقتي، بسكوت بشاي بلبن. خلاص قول لهم هنصرف لكم إعانة، إديني بقى خليك جدع أي حاجة. أي حاجة؟ أيوة كده يا حلو يا حلو. فار فار فار، اعمل حاجة. أنت تقف تترعش؟ أمال الحارس إيه ونيلت إيه؟ حملك عصابك دخل هنا، انزل موته. مولاي أنا بأمرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. إن شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار، انزل، ده أنا بترعب منه. بص عليه كويس، اقفشه اقفشه وفسخه كده. إيه مولاي؟ إيه؟ أنا خادم كبير أجيب شاي وحليب، لكن قتل لا. إيه الأوفر ده؟ إيه؟ أنا بقول لك اقتل أبوك. خلص أبوس إيدك. مولاي إيه؟ أنا جات لي فكرة. إيه؟ إحنا نحط له سم فلان. خرب بيتك، ما تقول كده من الصبح. طب هنجيب السم منين؟ معايا مولاي. ايه ده انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو، انا احب الشغل الجاهز. يلا. ايوه حلو قوي كده. خلي بالك هو ممكن يكون شايفنا من هنا ومن هنا وبيراقبنا، فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه. بس كده. قشطه. الله يخرب بيت، دي سيره والله. انا نفسي ما اتعلق، ما بقتش عايز اشرب. اشرب انت كوبايتي، انت غلبان. اشرب اشرب. مولاي ايه؟ ممكن الكوبايه يبقى فيها السم. لا عيب عيب، وانا ابيعك برضو. ما حطيت انت السم انا ركزت في الكوبايه، فيها شويه لبن اكتر من الثانيه. امسك يا جدع امسك، ده احنا مربينك في القصر، ده انت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب، مش عايز اي حاجه اعملها لك لعيالك اي حاجه. نفسي اسقسق انا. هتسقسق انت من جهه، هتسقسق هتسقسق. يلا اشرب عشان تقعد تقول لي الشعب عايز يسقسق. بالسلامه يا حبيبي. حاسب ايه؟ مولاي انت مش مظبوط صح؟ اه هو ده هو ده. حاسس بدوغه وايه؟ غممان نفس. وايه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ اه. طب اشرب قول لي ايه كمان؟ اه ايه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ اهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. استنى انت هتترمي في الارض بالكوبايه بتاعت القصر؟ انتوا اتجننتوا؟ عهده ب60 داهيه. ها قربت؟ مولاي يلا باي باي. مولاي ب60 داهيه. مولاي انزل بقى زهقتني، بتموت في 3 ايام. حلوة قوي فكرة الشاي أبو لبن دي، حلوة قوي. طب ما أنا ممكن أعزم الأخ مارك أنطونيو اللي عامل لي فيها وضع أمور ده وبيتنطط، أعزمه على كوباية شاي أبو لبن. حلو يا نائب كبير الخدم، اعملوا لي يا ابني فنطاس شاي أبو لبن، وهيروح هدية للأمير مارك أنطونيو. في جنبين مارك لا المجهود ضعيف. لا ماما لا ماما لا ماما ماما لا بطليموس بطليموس ابني. ماما لا ماما لا ابني حبيبي. ماما ماما مالك حبيبي؟ كابوس يا امي، كابوس فظيع. خير خير يا حبيبي؟ لا شكله مش خير بصراحه. بص بقى ماما، انا هقولها لك وانت براحتك، ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن، اخرتك شكلها زي الزفت. ايه حلمت اني هتقتل في الحرب؟ لا 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 يا ريت، انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه، سوري يعني، هيعملوك علبة سجاير. سجاير؟ آه. ايه يعني سجاير؟ هتسخت يعني؟ لا تسخت ايه، سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجه شبه الجوينت كده، عارفه بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه مش عارف بفره بقى ولا ايه، وبيلفوا التبغ، قصه كده. المهم ان انت هتتحولي لسجاره. طب ومش كده بس، طب ايه ده، هيبيعوكي فرد وهيسموكي كوكو الضعيف. هات لي يا ابني 4 كليوباترا 3 كليوباترا، ده يوم يا رب يا رب ما اعيش اليوم ده. طب حبيبي اهدى يا حبيبي، بطاطس سوستي اهديكم الله. اهدى يا حبيب اهدى يا روح ماما اهدى. انا هديت بقالي ساعه بهدى، انا هديت. انا عارفه انه موضوع عمك مارك انطونيوس مأثر على نفسيتك شويه، بس معلش يا حبيبي بكره تزهق تتعود تنسي نفسك ولا ايه؟ انا الملكه والمجد ليا من السحاب للتراب، ما تنام وتستغطى بقى. استغطى؟ في ملكه تقول استغطى ومن السحاب للتراب؟ يا نهار اسود. طالما استغطى بقى لو سمحت انزاحي شويه عشان عايز اقوم اشطف.
كليوباترا ملكة شطرة بس مالها ليها فترة دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة كليوباترا كليوباترا ملكة شطرة بس مالها ليها فترة دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة كليوباترا قلب 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 خطرة والمصايب نازلة مطرة قلب خطرة والمصايب نازلة مطرة فوق دماغك فوق دماغك فوق دماغك يا كليوباترا قلب حياتنا كابوس وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس كليوباترا مدورها والناس مش لاقيه هموس ماركا انطونيوس قلب حياتنا كابوس وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس كليوباترا مدورها والناس مش لاقيه هموس فيه ايه يا كليوباترا هتطيري وتتنطري نظرة وتبيعي في سمك بقلا على شوق شوقك يا كليوباترا وافتكري مين الغلطة والمصايب نازلة مطرة فوق دماغك فوق دماغك فوق دماغك يا كليوباترا بيشوفوا سوا بالثانية عيني مسلسل الساعة سبع عاشق 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 أنا سلفيديو وبعت الديفيدي بعت الديفيدي بعت الديفيدي والراديو ناولني يا ابن الريموتات هاي